أدري أدري أدري، من زمان عن القصص العربية، من زمان ما قلت لكم قصة من دولة عربية لا وخليجية بعد اليوم. لكن قبل لا أدش بقصتنا، مثل ما أنتوا عارفين اليوم الثلاث وباكر الأربعة، يعني قايل شيء جديد فارس. ندري إن الثلاث بعد الأربعة، إيش بيكون بعدين؟ السبت خبل أنت يا جماعة. لحظة، مو هذا قصدي. قصدي إن باكر اللي هو يوم الأربعة راح أكون متواجد بمعرض جدة دول الكتاب. باكر الأربعة راح أكون متواجد بالمعرض، راح أكون عندكم أربعة وخميس ويمعة وسبت إن شاء الله، ويوميا من الساعة 5 العصر لين يطلع آخر واحد من المعرض أنا راح أكون آخر واحد يطلع من المعرض. يقولوا لي يطلع برا، راح أطلع. أهل المملكة العربية السعودية، حبايبي، أهلي، أبي أشوفكم كلكم هناك. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وقصتنا اليوم من هالكتاب، جرائم من حبل المشنقة، خليجية وعربية، للكاتب المميز بندر الجنفاوي، له كل التحية. بس أول شيء يعني ما يبيله، لنشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله. ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم عبارة عن مسلسل، كنكم قاعدين تشوفون مسلسل. قصة غريبة وصارت بدولة خليجية. أول شيء وقبل أبلش بالقصة أو بمقدمة القصة، خلنا نتفق أن الأسامي اللي موجودة بهالقصة كلها مستعارة، لأن ما في أي مصدر ذكر أساميهم الحقيقية، ماني عارف ليش، لكن شدتني القصة وقلت بقولها لكم. في عبارة دائما إحنا نرددها وأغلبنا يقولها على ضحك، اللي هي من الحب ما قتل. دائما ناخذها على ضحك لما واحد مرتد غير عليه او هو يغير عليها وايد، ونشوفهم كذي دائما قاعدين حق بعض على حب يعني، فدائما نقول من الحب ما قتل. لكن لو نتمعن فيها عدل راح نشوف ان لها معنى كبير، وشفنا وايد قضايا راحوا ضحاياها بسبب الحب، وكلهم كانوا ضحايا من الحب ما قتل. فاللي ما يحبون المقدمات ما راح اطول عليكم المقدمه اكثر، يلا استانسوا، ما راح اقرق عليكم وايد. اقرق بالكويتي عندنا يعني اهذر، يعني الحين غير اهذر غير، واقرق غير نفس الشيء، يعني ما ابي اتكلم وايد، وانا اساسا تكلمت وايد. خلاص يا جماعه تعالوا معايا الحين خلينا نشوف الصار بقصتنا. قصتنا صارت بالإمارات العربية المتحدة الحبيبة، وبسنة 2021 في شاب أردني الجنسية واسمه خالد وعمره 35 سنة، تعرف على بنت أوكرانية اسمها كريستين وعمرها 28 سنة. بداية علاقتهم كانت بسنة 2017، كانت كريستين تشتغل بكافيه أو بمطعم صغير، وبيوم من الأيام دخل خالد وطلب منها قهوة، وهي قاعدة تسوي لها القهوة انعجب فيها، ومن روحة واحدة قام يروح لها كل يوم، كل يوم يروح عند كريستين ويطلب منها قهوة. اطلب القرب، ليش طالب قهوة؟ الولد حبها، أغرم فيها، فقام يروح لها كل يوم، يضحك معاها، يسولف معاها، يحاول يتقرب لها، لغاية ما صارت بينهم علاقة صداقة. وبعد ما صاروا أصدقاء قاموا يتواعدون برا الشغل، ما قام يشوفها بالمطعم والكافيه، لا قاموا يطلعون مع بعض. وبعدها تطورت العلاقة وصارت بينهم علاقة حب، واستمرت علاقتهم لمدة سنتين بدون أي خلافات، بدون أي مشاكل، بدون أي هواش، كانوا أكثر من السمن على عسل، كانوا حبايب، عصافير وطيور حب، يسافرون مع بعض، يساعدها بأجار شقتها ويزورها بشقتها بشكل يومي، كانوا ما يفترقون. لكن مثل ما احنا عارفين بأي علاقة حب أو أي علاقة مثل هذه ماكو شيء يتم على حاله. وبداية سنة 2019 كان خالد قاعد مطلع تلفونه، قاعد يلعب بالتلفون، وبواحد من البرامج اللي فيها تعارف، كل واحد يحط صورته أو واحدة تحط صورتها بهالبرنامج يتعرفون على بعض، واحد من هالبرامج الخايسة، وهو قاعد يتصفح هالبرنامج شاف صورة حبيبته كريستين تطلب مواعدة أحد. زين والأخ اللي عندك مو كافي؟ وبعدين تعال أنت خالد، ايش حق أنت بعد منزل البرنامج؟ وش عندك قاعد تتصفح بالبرنامج؟ المهم مو هذا موضوعنا، موضوعنا أن خالد لما شاف صورتها عصب، ما تحمل، فراح وتخانق معاها. ومن هني ومن هاللحظة بدأت الخلافات بينهم، قاموا يتخانقون مع بعض، ما في ثقة بينهم، يعني علاقتهم اختربت. فكريستين زهقت من الوضع، ملت، فقررت أنها ترجع بلدها وتغيب عن خالد فترة. وفعلا سافرت وانقطعت علاقتهم، وخلاص ما قام يعرف عنها أي شيء.
خالد من بعد اللي صار المسكين تعب ونفسيته تعبت بسبب فراقها، مو قادر يتحمل، ومن كثر ما يحبها مو قادر يتحمل حياته، مو قادر يعيش. وهالشيء أثر عليه بشغله، قام يغيب وايد عن الشغل، وبسبة كثرة غيابه طبيعي تنفصله، انفصل من شغله، فقعد ببيتهم بدون أي فايدة، قاعد بالبيت يطالع التلفزيون ويفكر بكريستين، بس هذه شغلته. وبعد كم شهر رجعت كريستين مرة ثانية الإمارات، وتحديداً أبوظبي، فخالد عرف، فعلى طول راح لها لمكان شغلها، وهناك كلمها شوي، وعلى قولتهم رجعت المياه إلى مجاريها، ردت علاقتهم مرة ثانية. قاموا يشوفون بعض يتواعدون، لكن هو هني ما يدري انها غيرت عنوان سكنها، راحت وسكنت بدبي، يعني كانوا يطلعون مع بعض بس ما يروح لها شقتها. وبيوم من الايام كانوا قاعد يتمشون مع بعض على البحر على الكورنيش، فبعد ما خلصت طلعتهم كل واحد فيهم راح بيته. ولما وصل خالد البيت رجع مره ثانيه فتح التلفون ودخل نفس البرنامج، فمره ثانيه لقى صورتها على نفس البرنامج وهم طالبه انها تواعد احد. لا هذه ماك فايده فيها، هذه ما تيوز، هذه لازم طق على راسها وخلاص، انت امسح البرنامج فكنا. خالد ايش فيك؟ عسى ما شر. ويا ابني يا حبيبي، دام انها هي كذي وخر عنها، ما تحبك واضح يعني. اخلص القصه وامشي يعني؟ خلاص يبا بمشي. لا نكمل نكمل. فهني بعد ما شاف صورتها مره ثانيه بنفس البرنامج قرر انه هو يوخر عنها، وهو يبي يبتعد عنها، قال خلاص انا بتركها وبعيش حياتي. لكن هالمره هي اللي اصرت انها تستمر معه، قالت لا احبك واخر مره وما راح اعيدها مره ثانيه وانا ابيك. وفعلا استمرت علاقتهم لغايه شهر ابريل سنه 2020. كريستين اتصلت بخالد وقالت له انا خلاص ما ابيك، لو سمحت مره ثانيه لا تزعجني وما ابي اشوفك. خالد بالبدايه تقبل قرارها، لكن كان عنده سؤال واحد. سالها خالد وقال لها انت توعدين واحد ثاني غيري؟ فقالت له كريستين اي نعم انا واعد غيرك، ولو سمحت مره ثانيه لا تتصل فيني، خلاص فكني. فرد عليها خالد وقال لها اوكي انا ما عندي اي مانع، ارتبطي باللي انت تبينه، لكن اي شخص بترتبطين فيه خلي يكون برا الامارات، انا ما اتحمل اشوفك هني مع واحد ثاني غيري. فقالت له شوف يا ابن الناس، اذا شفتك بوجهي او تعرضت لي مره ثانيه ترى على طول راح ابلغ عليك الشرطه، وسكرت التلفون بوجهها. وثاني يوم راح لها خالد وحاول انه يرجعها، حاول انه يحل الامور بينهم، لكن ماكو فايده. هالمرة البنت معنده ما تبي. وبشهر يونيو سنة 2020 قعد خالد من النوم وراح علشان ياخذ له دش او ياخذ له شاور، فبعد ما خلص وهو طالع سمع رنة التلفون. لما وصل عند التلفون ولا هذه كريستين متصلة فيه، فانصدم على ستانس، كانت مشاعره متلخبطة، فبسرعة رد عليها وطلعت مداقي علشان تسأل عنه. كريستين متصلة فيه تبي منه 55,000 درهم، فقال لها الحين أنا ما عندي غير 30,000 بس، حدد المكان اللي يعجبك وأنا أي وسلمك إياهم. وما قال لها أنه مفصول من الشغل وما عنده غير هالمبلغ، لكن هو باعتقاده دام أنها رجعت لي وطلبت مني فلوس فأكيد راح ترجع حياتنا نفس ما كانت. وبعد شوي اتصلت فيه مرة ثانية وقالت له ما أبي أشوفك، حول لي المبلغ على حسابي البنكي. وفعلا حول لها المبلغ، وبعد ما حول لها المبلغ قعدوا يسولفون مع بعض بالتلفون. وهما قاعدين يسولفون بالتلفون فاجأها خالد بسؤال، قال لها شوفي أو سمعي، أنا تلفون أكيد سمعي، أنا مو هامني إنك تعرفين أي أحد من بعدي، عادي تعرفي على اللي تبينه، لكن السؤال المهم، صار شيء بينك وبينه؟ يعني هذه شلون أوضحها لكم؟ يعني صار شيء يعني العلاقة الزوجية وهم مو متزوجين، يعني قال لها أنا ما يهمني إذا تعرفتي على شخص، بس هالشخص هذا مارستي معاه العلاقة، سويت شيء مع بعض. فقعدت كريستين تتهرب من سؤاله وخالد مصر على السؤال لغاية ما قالت لي نعم مارست معها العلاقة مرة واحدة بس. هني خالد عصب، قام يسبها ويتفل بالتلفون، درس التلفون كله تفات، التلفون يخترب حبيبي. وهي ما تحملت فسكرت الخط بويها ورجعت له فلوسها كلها وقطعت علاقتها فيه نهائيا، وخالد ما قدر يتواصل معاها مرة ثانية. هني خالد خلاص قام يغلي، ما يدري شو يسوي، يبي يوصل لها بأي طريقة. وقعد بينه وبين نفسه يفكر، وتذكر انها بيوم من الايام قالت لها تسكن بواحد من شوارع دبي وبمبنى معروف، فعلى طول راح هالمكان وقعد يراقب الشارع ليل نهار، وهو ما عنده شغل ما يشتغل، يلا اي واحد يقول له انت شنو شغلتك؟ يقول له اراقب كريستين، هذه صارت شغلته، كان يدور على كريستين ويدور على سيارتها، لغاية ما يوم من الايام فعلا لقى سيارتها وعرف انها ساكنه بهالبنايه. وبما انه عرف البنايه فما كان صعب عليه انه يلاقي شقتها. بتقولوا لي ليش؟ بقول لكم لانه عايش معاها،
ويعرف طبايعها ويعرف كل تصرفاتها، ويدري انها متعودة انها تحط جواتيها عزكم الله برا الشقة، احذيتها متعودة كريستين انها تحطهم برا الشقة عند الباب. فخالد قعد لها قاعدة ويوم كامل صاعد نازل بهالعمارة، ما خلى دور ما راح له، ما خلى شقة ما مر عليها، شاف كل الادوار ومر على كل الشقق، لغاية ما فعلا لقى احذيتها قدام الباب. وهم خالد يدري انها تحط مفتاح احتياطي داخل واحد من الجواتي، هي متعودة تحط واحد من المفاتيح داخل. ففتش بجواتيها او احذيتها لغاية ما لقى المفتاح، فاخذ المفتاح وسوى عليه نسخة ورجع الاصلي مكانه، واستمر يراقبها وهي داشة وطالعة من الشقة، وبغيابها كان يدخل داخل شقتها يفتش يشوفها شلون عايشة. وبيوم من الأيام لفت انتباهها أنها ما عندها منظرة أو تسريحة، المنظرة هذه اللي نشوف نفسنا فيها والبنات يعدلون فيها مكياجهم، ما يطلعون من البيت إلا عقب ما يقعدون عليها 3-4 ساعات، احنا بالكويت نسميها منظرة، مراية، المراية. أوكي أوكي، لاحظ أن شقتها ما فيها مراية، فراح السوبر ماركت وشرى لها مراية واتصل فيها وقال لها ضروري بشوفك، لازم أشوفك، مسألة حياة أو موت. وفعلا قالت له تعال لا يصير فيك شيء. وأول ما وصل عندها عطاها المراية هدية. كريستين شكت أنه هو دش بيتها، لكن خالد أنكر، قال لها لا أنا ما دشيت، ساني جايب لك هالمراية هدية. وطلب منها أنهم يرجعون حق بعض، قال لها أنا أحبك وما أقدر أعيش بدونك وخلنا نرجع حق بعض، لكن كريستين رفضت ما تبي. وبيوم من الأيام وهو كان قاعد يراقبها شافها وهي نازلة من بيتها ولابسة فستان سهرة كاشخة على سنقة 10، فركبت سيارتها وراحت، وهو ما طلع وراها لأنه طرحها عند بنايتها لغاية ما ترجع. مر اليوم الأول كريستين ما رجعت، مر اليوم الثاني هم كريستين ما رجعت، يومين وكريستين برا البيت. هني تأكد أن كريستين مرتبطة بشخص ثاني، وانها اكيد بهاليومين كانت عنده. وبعد هالحادثة بيومين جاء اتصال حق خالد من رقم مجهول، وقال له انه هو من قسم الشرطة وطلب منه انه يبتعد عن كريستين. قال له شوف احنا الشرطة معك، اذا ما وخرت عن كريستين يا ويلك ترى بنقرصك. طبعا الاتصال كان مجهول لا من الشرطة ولا شيء، ظاهر هي متفقة مع احد انه يتصل عليه وخوفه. فخالد عصب وقام يسب، وانت منو وش حق متصل؟ كان يدري انه مو الشرطة. وهني وبهاللحظة قرر خالد انه ينتقم بطريقته الخاصة. بعد هالاتصال لياله راح السوبر ماركت وشرى مطرقة وسكين وحبل، وراح ودخل شقة كريستين ونطرها ورا الباب. فأول ما دخلت وشافته حاولت انها تنحاش، لكن على طول مسكها طقها على راسها علشان لا تطلع اي صوت، فعلى طول ربط يدينها وقعدها قدامه وقال لها يلا اعترفي كنتي غايبة عن البيت يومين، وين كنتي؟ اول شيء كريستين حاولت انها تلف وتدور، لكن لما شافتها مصمم قالت لأنها طلعت مع صديقها الجديد الحب الجديد، وانهم قعدوا مع بعض بفندق لمدة يومين، وقالت لأن هي اللي طلبت منها هالشيء، عناد فيك انت. هني خالد ينس زيادة، هني استخف خلاص مسوي هالشيء عناد فيني انا بعد، فشال السكين ورفعها بويها كان يبي يطعنها. هني كريستين خافت، قامت تترجى تبوس يدينه وريوله تقول الله يخليك لا تذبحني انا احبك انا ابيك، وانت تدرون بعد خالد يحبها، فحن قلبه. وهو بعد قام يبكي معاها، هي تبكي وهو يبكي، ما ادري انا اروح اسكتهم يعني ولا شنو، فهذه تبكي وهذا يبكي وانا ما استاهل اللي سويتيه فيني يعني من هالكلام. ومن كثر ما يحبها اخذ ادوات جريمته وخلاها وطلع. وبنفس اليوم الظهر راح شقتها مرة ثانية ونظف لها الشقة وشرى لها أكل وورد وحط لها رسالة وطلع، وكان مكتوب بالرسالة أنت حرة سوي اللي تبينه. زين ايش حق منظف الشقة ويجيب لها أكل دام هي حرة؟ خلاص من البداية هدا رايح منظف ويجيب لها أكل وورد، آخر شيء أنت حرة؟ وهو صح قال لها أنت حرة سوي اللي تبينه، لكن بشرط. قال لها سوي اللي تبينه لكن سوي معاي نفس ما سويتي مع صديقك الجديد، تعالي معاي ليلتين خلنا نقعد مع بعض بفندق. لكن كريستين قرت الرسالة وكلت الأكل ولا ردت عليه أصلا، طنشت الموضوع كله. لا وثاني يوم بعد راحت مركز الشرطة وبلغت عنه وقالت لهم أنه تهجم عليها، فعلى طول كتبوه تعهد بعدم التعرض لكريستين، وهو طبعا وقع التعهد. لكن للأسف خالد ما تعلم اللي صار له ولا كفى اللي صار، فاستمر يراقبها مرة ثانية ويشوفها وهي داخلة وطالعة، لكن ما يقدر يدخل شقتها مرة ثانية، خلاص موقع تعهد. وهم لأنها غيرت القفل حطت قفل ثاني، هذا كل شوي ناطلي بالشقة، أنا منها غير البيت كله، أطلع أصلا من الإمارات خلاص أمشي. فشاف نفسه ما يدري شو يسوي، مو قادر يوصل لها ولا قادر يدخل شقتها. هالولد استخف خلاص وصل آخره،
وبعد يوم دخل البناية مرة ثانية ونخش ورا باب الطوارئ اللي موجود قدام شقتها. على باب شقتها في باب طوارئ قدامه، فنخش ورا هالباب وقاعد ينطرها. وأول ما دخلت سحبها وطلع السكينة بويها وقال له إنه بيدخل معاها بس ما يبي يأذيها. لكن كريستين هالمرة قاومت، وهم قاعدين يتخانقون طاحوا هما الاثنين بممر الطوارئ. وهي قاعدة تحاول تمنعه، خالد جرح يدينه، جرحت إيده بالسكين. هني خالد عصب وطعنها طعنتين برقبتها، وبعد ما طعنها قام ونحرها. خالد هني صدم ما يدري شي يسوي، وهي كانت بالدور العاشر، فنزل من باب الطوارئ للدور السادس، وبعدها ركب الأسانسير أو المصعد ونزل للدور الأرضي. ولما وصل سيارته وكان يبي ينحاش، فجأة تذكر شغلة وما راح تتوقعون شنو هي. تذكر انه يبي يصعد لها علشان يبوس راسها. يا أخي شنو حبيه بنته؟ وفعلا طلع من سيارته وصعد مرة ثانية الدور العاشر وراح لها وباس راسها، والمكان كان كله دم. فهو قايم يبي يمشي ازلقت ريوله وطاح وصار جسمه كله دم. ولما نحاول ينحاش مرة ثانية من البناية شافه حارس البناية، وكان في مرة بالشارع شافوه مال اثنين، فعلى طول بلغوا الشرطة، عطوا أوصافه وأوصاف سيارته. فبعد ما انحاش خالد من مكان البناية راح على طول شقة صاحبه، شقة صديقه، وهناك بشقة صديقه غير ملابسه وقرر انه يرجع مرة ثانية ابو ظبي. لكن من كثر ما هو تعبان في مخرج يودي حق مول اسمه ابن بطوطة، وقف هني عند هالمخرج وما يدري شلون نام. واول ما قعد حس انه في سيارة قاعد تحوم حوالينا، وكأنها سيارة تحريات او مباحث، فغير مكانه فلحقت السيارة هذه مرة ثانية. هني عرف ان المكان محاصر والمباحث محاوطينه، فعلى طول سلم نفسه واعترف بكل اللي سواه. فبعد ما تم القاء القبض عليه حولوه للنيابة، وبعد التحقيق معاه بالنيابة حولوه لمحكمة دبي الجزائية، ولغاية اليوم ما صدر الحكم الأخير فيه. لكن الكل يقول ان خالد يواجه حكم الإعدام بالجريمة اللي هو سواها، لانه هو قتل كريستين عمدا مع سبق الإصرار والترصد. فمن المتوقع أنه يتم الحكم عليه بالإعدام. يا جماعة ألف مرة نقول اللي ما يبيكم واخروا عنه، ما في شيء بالغصب، خصوصا الحب. الحب عمره ما يجي بالغصب، الحب دقة قلب، الحب أن الشخص ييك بنفسه مو أنت تطلب منه، خصوصا إذا شفتوه مع إنسان ثاني. واحد هدني راح مع شخص ثاني، خلاص أتركه روح عيش الله وياك، استمتع، أنا أجيب لكم شاي وقهوة بعد. ليش ندور وراه ونراقبه ونتابع تحركاته ونشوفه شنو سوى؟ ليش حوار القلب؟ يا أخي شخص ما يبيني، أنا أقول له الله وياك، أنا أوصله للباب وما أسكر الباب وراه، أخليه مفتوح. تدرون ليش أخليه مفتوح؟ لأن بعد هالشخص اللي طلع واللي الله مو كاتبه لي راح يدخل شخص هو المناسب لك، هو اللي الله قال له روح داوي كل جروحه. روح هالبني آدم ناطرك من زمان، البني آدم لف ودار، انخان وتعذب وتأذى، وانت الدول جروحه. نخلي الباب مفتوح حق هالإنسان هذا اللي عمرنا ما طلبنا منه شيء لكن يسوي لنا كل شيء. نخلي الباب مفتوح حق الشخص اللي ما يقدر يحط راسه على المخدة وينام إلا لما تكون انت راضي ومرتاح من غير ما انت تطلب، لا لا بروح يسوي كل شيء من طيب خاطر من زود الحب. هذا الشخص اللي تخليه الباب مفتوح عقب ما تطلع مليون شخص انت جربت بحياتك تكون معاهم لكنك انخنت وتأذيت، انت سويت كل اللي عليك لكن هم ما يبون، الله وياهم بالطقاق. بس والله العظيم راح يدخل عليك ذاك الشخص اللي نسيك الدنيا وما فيها، هذا الشخص اللي انت تستاهل تكون معه. علشان كذي انا اقول لكم لا تنجرفون وراء عواطفكم، ما يسوى اني اروح اقتل بني ادم وعيش عمري كله بالسجن او انعدم علشان شخص اساسا هو مو لي، شخص اساسا هو ما يبيني ما يحبني. يا جماعة حياتكم غالية، حتى قلوبكم غالية، لا تسلمونها الا حق اللي يستاهلها. زيني با زيني با. ولك خالد سويت بعمرك انت يا من صخام صخمت، ايش فيني قلبت؟ ما ايش في خالد الله يهداه، ما ادري اوكي حبيتها بس مو كذي عاد، انت بعد مره واحده خلها تروح الله وياها. سناقه يا سناقه، خالد نعطيك دوره عند سناقه، انا ما ادري وين حطيت الماي، ابي ماي، نشف ريجنا خالد، ابي اشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله. يا جماعة باكر الأربعاء راح أكون متواجد بمعرض جدة دول الكتاب، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، أبي أشوفكم كلكم هناك.
لا تقول نخلي لآخر يوم، ترى ما يندرى آخر يوم يصير شيء وأرجع الكويت مرة ثانية. أنا جاي أبي أشوفكم، أنا جاي عشانكم، جاي مشتاق حق أهل جدة. العام ما خلوني أقعد بالمعرض، العام سوينا لكم حفل توقيع بجرير علشان أعوضكم، بس هالمرة ما قصروا هيئة الثقافة، وفروا لي المنصة وراح أكون متواجد معاكم هناك يوميا. لا وآخر يوم راح أكون متواجد بمسرح روشن الثقافي، راح أسولف معاكم ونضحك، راح نستأنس مع بعض. زيني بقى؟ طبعا زيني بقى. ولهنا وصلنا حق نهاية قصتنا، أتمنى أني وصلتها لكم بطريقة عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى اشتراك بالقناة، وإذا كنتم رابع حبايب القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. بالنهاية أقول لكم أحبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة. عطوني لمة قوية بسرعة.